فيروس كورونا زي ما حضرتك متابع معانا انه الساعات الاخيره بدات الامور يعني تبدو مقلقه للكثير من الناس. موقفنا ايه هنا في مصر وامكانيه وصول الفيروس لينا؟ خلينا الاول نتكلم على اللي حضرتك بديت بيه. اخر تحديث للموقف وفقا للجنه الطوارئ التابعه لمنظمه الصحه العالميه، وده كان الساعه 7:30 مساء، عدد الحالات 557 حاله، عدد الوفيات 17 حاله بنسبه 4% من المصابين. اعلنت لجنه الطوارئ ان الحدث لا يرقى ان يكون حدث صحه عامه يثير قلقا دوليا، وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية أن تظل لجنة الطوارئ جاهزة للانعقاد خلال 10 أيام على الأكثر لمراجعة الموقف الوبائي واتخاذ ما يلزم على ضوء المستجدات. خلينا نبدأ أنه أول إعلان لمنظمة الصحة العالمية عن مرض كورونا المستجد ده صدر بتاريخ 7 يناير. على الفور بعد إصدار البيان أصدرت معالي السيدة الأستاذة الدكتورة هالة زايد معالي وزير الصحة والسكان تعليماتها برفع درجة الاستعداد والجاهزية، وقامت معاليها بعقد اجتماع مع كافة قطاعات الوزارة المعنية بالاستعداد والجاهزية لمنع دخول المرض إلى البلاد، وتم وضع خطة متكاملة للتعامل مع المرض بتشمل الاكتشاف المبكر وتعريف الحالات والتعامل مع الحالات، وبتعتبر مصر من أوائل الدول اللي أعدت خطة الاستعداد والتعامل مع الحدث في حال تطور الموقف الوبائي العالمي. من أهم الحاجات اللي احنا عملناها رفع درجة الاستعداد بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة سواء البرية أو الجوية أو البحرية، ومناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق اللي ظهر بها المرض، والعزل الفوري لأي حالة بيشتبه إصابتها بالمرض. طيب اذا كان في معذره المقاطعه دكتور علاء، اذا كان في بعض النصائح المهمه للوقايه، يعني امور معينه في حياتنا اليوميه، اطعمه معينه يجب الاكثار منها في هذا التوقيت تحسبا لا قدر الله او لزياده قوه جهاز المناعه عندنا، الاول طبعا في حاجات مهمه جدا لازم نعملها اللي هو ضروره الابتعاد عن اماكن الزحام والتجمعات وخاصه الاسواق. والحقيقه انا عايز بس الاول اوضح لسيادتك وللساده المشاهدين، احنا الحمد لله ما عندناش المرض، وعايز اقول لك انه المرض ده في الدول العربيه من اللي هو الكورونا بتاع الشرق الاوسط التنفسيه من 2012، والحمد لله بفضل جهود الحكومه المصريه المتمثله في وزاره الصحه بفضل ربنا تم منع دخول اي امراض، وعندنا الدول الافريقيه متوطن بيها عديد من الامراض، والحمد لله الحكومة المصرية ووزارة الصحة الحقيقة نجحت في أن هي تمنع دخول أي من الأمراض. من الحاجات المهمة جدا زي ما قلت لحضرتك الابتعاد عن أماكن الزحام والتجمعات وخاصة الأسواق، غسل اليدين بالماء والصابون بصورة متكررة، تجنب ملامسة الاحتكاك بالمصابين، طهي الطعام بصورة جيدة وخاصة الأطعمة الحيوانية كاللحوم والدواجن، ارتداء الأقنعة التنفسية والكمامات الواقية في كافة، يعني ما حدش يعطس كده لازم يحط كمامة على فمه أو مناخيره، لازم إذا كان ما معهوش منديل ينف كم القميص بتاعه، الاهتمام بالنظافة الشخصية وده شيء مهم جدا جدا. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور علاء على هذه المشاركة، دكتور علاء عياد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة.